على حلبة الصراع التي تجمع لاعبين غربيين بقيادة واشنطن ومعها عواصم أوروبية وطهران، يحتدم الصراع الأمريكي الإيراني وتتشابك عقده وحبكاته تارة، وتجد طريقها إلى بوادر حلول تارة أخرى. مؤخرا ووفقا لتصريحات صحفية لمستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان، فإن واشنطن لن ترفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها على طهران، قبل التأكد من أن الأخيرة عادت بشكل كامل إلى تطبيق التزاماتها في إطار الصفقة، ونفذت المطالب التي طرحتها الإدارة الأمريكية بخصوص أنشطة طهران في المنطقة وبرامجها الصاروخية. المحادثات الأخيرة التي جرت رسميا في فيينا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة في حوار غير مباشر مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رفع العقوبات، على الرغم من أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصف الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وصفها بالجيدة، مفيدا بظهور تفاهم جديد بين الأطراف المتحاورة. والسؤال الذي يبرز هنا، هل ستستطيع واشنطن وعواصم أوروبية كبح جماح البرنامج النووي الإيراني؟ أم أن لطهران رأيا آخر كما كانت دائما؟